السلام عليكم. دي طريقة التسمية حسب البيم جايد لاين لليو سي اس. ان انا هنا هكتب اسم المشروع، وبعد كده هكتب التسليمة دي كام في المية، 50% مثلا من السي دي او من الدي دي، وبعد كده نكتب مثلا دي ارتكشر، وبعد كده ممكن نحدد الدور او اي حاجة ممكن نتفق عليها. بس زي ما انت شايف، لما الارتكشر هياخد ارتكشر، السيفل هياخد سيفل، بحيث اول ما تبص على اللوحة تقدر تفهم دي موجودة تبع المعماري ولا تبع الانشائي ولا تبع الاستراكشر، وتعرف التسليمه دي هي السي دي ولا الدي دي ولا الاس دي. ودي مهمه جدا، بحيث ان انا اول ما اقدر ابص على اللوحه اعرف التسليمه دي، ودي تكييف ولا صحي، ودي اني دور، يعني مثلا جراوند فلور. تمام، هو كاتب هنا التاريخ، ده تقدر تكتب التاريخ او ما تكتبوش، دي حاجه ترجع لك.